أعلنت وزارة الثقافة أسماء الفائزين بالمسابقة الوطنية الأولى لليافعين لآلات العود على مسرح القاعة المتعددة الاستعمالات في دار الأسد للثقافة والفنون. مسابقة لآلة العود الخميس القادم هو كمان إعلان النتائج، انتهت المرحلة الأولى وهلأ في المرحلة الثانية والثالثة من المسابقة الوطنية الأولى لليافعين على آلة القانون. بشهر 9 عندنا مسابقة للآلات النفخية للفلوت والترومبيت، وبشهر 10 في آلة الكمان. طبعا من حوالي 3 أو 4 أشهر هو تم الإعلان عن المسابقة. نحن بمسابقة العود تقدم 25 عازف عود من كل المحافظات السورية. المرحلة الأولى كانت عبارة عن مشاهدة لفيديو بيرسلوا لنا إياه من مدته من 3 أو 5 دقائق. طبعا اجتمعت اللجنة ومن خلال الفيديوهات كمان حكمت أول شيء المرحلة الأولى، ومن 25 عازف تم اختيار 13 عازف أو 13 مشترك لانتقال للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية كان محدد البورتوار اللي بده يعزفوه، في قطعتين موسيقيات نحن كنا حاطينهم وفي قطعة اختيارية بيختارها المشترك. كمان بعد انتهاء المرحلة الثانية أكيد اجتازوا المرحلة الثانية حوالي السبع عازفين. هي تجربة كثيرة مهمة بالبلد على مستوى البلد وعلى مستوى المعاهد يلي بتهتم بهذا العمر من الموسيقيين، وإن شاء الله خطوة بعتقد يعني جيدة لينحط المسابقات تكون أساسية بنموذج بدراسات المعاهد الموسيقية. بالنسبة لهي المسابقة تبع العود كان في شيء كويس إنه في كتير من محافظات مختلفة إجوا، وفي كتير تنوع بأساليب العزف والتدريس يلي شفناها. المسابقة قسمت لثلاث مراحل، الأولى شارك فيها 25 متسابقا ومتسابقة من مختلف المحافظات، وتم اختيار المرحلة الثانية 13 متسابقا ليصل إلى المرحلة النهائية 6 مشتركين. قدمت مقطوعات كابرس، تأهلت على المرحلة الأولى، عفوا على المرحلة الثانية. بعدين قدمت مقطوعة العصفور الطائر ومقطوعة اختيارية كابرس ومقطوعة حسان سكاف بيات. بعدين تأهلت على المرحلة الثالثة، قدمت مقطوعة بخشاكود، سماعي نهوانت ولونغا، وشارت كثير تعرفت على خبرات كثيرة. قدمت مقطوعة قبل النسيم للأستاذ محمد سبسبي بالمرحلة الأولى وتأهلت على المرحلة الثانية. قدمت بالمرحلة الثانية مقطوعة العصفور الطائر وسماعي بيات حسان سكاف، وقدمت مقطوعة اختيارية مداعبة موسيقية لجورج ميشيل. تأهلت على المرحلة الثالثة، قدمت سماعي نهوند ولروح الخماش، وقدمت كمان ارتجال، وقدمت مقطوعة بخشا كرد، وقدمت لونغا حجاز لعدنان فتح الله. وكتير أنا انبسطت لأني تعرفت على أصدقاء من كافة المحافظات، كتير كان شعور رائع. قدمت بالمرحلة الأولى سماعي تركي، وتأهلنا للمرحلة الثانية، قدمنا مقطوعة العصفور الطائر وسماعي حسان سكاف بيات، ومقطوعة اختيارية أنا قدمت حب الطيور لنصير شمع. بعدين تأهلت للمرحلة الثالثة، قدمنا مقطوعة بغجة كرد وسماعي روح الخماش ولونجا حجاز الأستاذ عدنان فتح الله وتقسيمي. شعور بالتجربة أنه كثير مبسوط أنه أتحنا لها الفرصة أنه نتعرف على موسيقيين أنه من أكثر من محافظة ونكتسب أنه خبرات أساتذة. المسابقة تعتبر خطوة مهمة لاختبار فعالية طرائق التدريس التي توصل العازفين للاحتراف وكيفية تأدية الموسيقى الشرقية، وتأتي تجسيدا لأهداف وزارة الثقافة في رعاية الإبداع والمبدعين ودعم المواهب.